طبعا هاد البلاد اللي احنا محسودين عليها, احب من احب وكره من كره, وكذلك محسودين على الاستراتيجية والدبلوماسية الملكية من بعد الله سبحانه وتعالى في بلادنا كاين سيدنا. شنو هو الدليل اخوت؟ وانه نهار كتزير بين الامور, نهار كنتلفو كنلقاو بجانبنا ملكنا. فاش ضربات كورونا العالم ولات كل الدول كتقول راسي يا راسي, اللقاح يا اللقاح, بدات تهضر على اللقاح. واش حنا ما نتلقحوش؟ بزاف الناس كانوا كينتظروا ولا كيتسناو بانه نطيحوا في كورونا, صح؟ ولكن نعتقد بانه منين نزل جلاله الملك بالضمانات ديالو, بالضمانات الابويه اولا باعتباره راعي ومسؤول على الرعي ديالو, وامن وقن وصرح بانه الا تصاب واحد بانه كيخاف على صحتنا كما كيخاف على صحه ولادو الابناء ديالنا. طبعا وهذه جمله غتبقى يعني غنسجلوها بمدد من الفخر والاعتزاز على تفكير يعني جلاله الملك. قلوبنا هي قلوبنا ماشي في عقلنا ديما تبقى طبعا في القلوب ديالنا. كيفاش هذه الجمله عمرها ما غتنسانا؟ يعني ربما الحديث على كورونا وكيفاش خطاب جلاله الملك لياكد على الصحه اولا, لاننا نحميو الانفس ديالنا على اننا نخضعوا للإجراءات الوقاية قبل الحديث على اللقاح. طبعا من جات اللقاح أعتقد بأنه المغرب وجلالة الملك أنه ثورة في التعامل مع ملف حصول على اللقاح. طبعاً هذه الحنكة وجلالة الملك محمد السادس والكمامة كنا والكمامة. من الدول صنعناها أخي محمد, سبقنا كنا الأولانيين على أننا نجيبوا اللقاح, كنا الأولانيين على أننا نتلقحوا. درجة أنه الكمامة غاروا منا, مش غير الجيران, غاروا منا أوروبا. فحد صباح كل شيء كيهضر على المغرب على بلادنا وعلى سيدنا. فالحمد لله والشكر لله. طبعا هذه الرؤية الملكية هي اللي كينا دائما سباقة في جميع الميادين من أجل المغاربة في مكانه, في المدينة, في القرية ولا في الجبل. وكذلك الرؤية الاقتصادية, نعم, فاشطحنا في المشكل ديال الجفاف. نعم صحيح. طبعا دخل كذلك عود جلالة الملك بالعطف الأبوي ديالو على الفلاحين, يعني تفكير بأنه كنا في موسم جفاف, ميزانيات كبيرة وأموال كبيرة من أجل إخراج الفلاح على أنه يتم تعويضه على الخسائر نتيجة موسم الجفاف اللي يتوصلوا بالعالف, يتوصلوا بالمياه, سهارج المياه, يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه على مستوى الفلاحة الربيعية اللي ممكن تكون طبعاً عندنا. فدائما نجد جلالة الملك محمد السادس بين قوسين في الشدة والفدة أخي محمد, خصوصا من يتعلق مني شي حاجة مني كدمس المواطن المغربي. شفنا على المستوى الصحي في كورونا, شفنا على المستوى الاقتصادي في القضية ديال الجفاف. بما أنك ذكرتي عاود ثاني هشام مرة أخرى رجعتي القضية ديال اللقاح, فما نساوش كذلك أنه سيدنا دشن مركب صناعي فريد من نوعه لإنتاج اللقاح. نعم. شنو هذه؟ بالضمانات جلالة الملك محمد السادس. حتى على المستوى العربي أخي محمد أعتقد بأنه ما نقولوش الجرأة جلالة الملك قد ما كنقولوه كيفاش كيقرأ هو الأمور, وقضية مدونات المرأة العالمية. هذه من الملفات الأولى اللي جلالة الملك نزل بالثقل ديالو قال نفكوا هذا المشكل هذايا. شنو قضية مدونات المرأة؟ شنو؟ أكيد كيسجل التاريخ المغربي مجموعة من التدخلات والتحكيمات الملكية اللي انتصرت العدد من القضايا المصيرية في بلادنا. يعني هادشي كيكرس المكانة الأبوية للعاهل المغربي الملك محمد السادس في المجتمع المغربي. يعني كنتكلموا عن المدونة حاليا كيف ما قلتها هشام, جات بهدف تعزيز دور المرأة داخل صحيح. الأسرة المغربية ومنحها حقوقها وحقوق جديدة, يعني شي حاجة اللي غنتكلم عليها وأنا فخورة بها كمرأة مغربية. هذه المدونة الحالية اللي جرات المرأة المغربية شريك أساسي تحمل المسؤولية الأسرية, يعني نفسها اللي كتحملها الرجل وكتمتع بصفة المواطنة الكاملة. يعني هذه التحكيمات الملكية المنتصرة لحقوق المرأة المغربية مدونة الأسرة موقفاتش غير هنايا, بل جوزت إلى مجموعة من الملفات الأخرى. يعني المرأة المغربية تراكم الكثير من المكتسبات التاريخية فهاد الملك محمد السادس الحمد لله, فالله يحفظه لنا يا ربي. وكيحرص ملكنا محمد السادس على أنه المرأة المغربية تنال جميع حقوقها على قدم المساواة بأخيها الرجل. يعني بزاف الأمور كنشوفهم, يعني دعموا التمدرس الفتيات, تمكين المرأة من الوصول لمناصب صنع القرار, ضمان المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز بالنسبة ما بين المرأة والرجل. في نفس السياق يعني تم سمح المرأة المغربية مثلا في 2017 بلوج مهنة العدول اللي كانت حكر على الرجال. يعني بزاف الأمور كتبين على أنه سيدنا كيفكر في المرأة المغربية
هذه حاجة طبيعية جدا يعني. صح. كيف ما قلتي دائما كنت فكروا جملة ديالو أنه كيف فكر الشعب ديالو بحالة وليداته. صح. صح. أكيد كيف فكر في الرجل والمرأة والصغير والكبير. نعم. قلوها بالدارجة ديالنا. نعم. لا يكون في عوانه. دابا كتشوف انه يفكر في المرأة والراجل الكبير والصغير. لا دابا كتشوف انه واللي عنده واللي ما عندوش. عندك ولد امتى تخرجوا، امتى تلبسوا، امتى توكلوا، امتى تشربوا، امتى وامتى تشريلو في العيد. فقولوا لنا وجيو علينا، هادشي كنقولوه من القلب، كنقولوه من قلبنا. الحمد لله على نعمة المؤسسة الملكية، والحمد لله على نعمة سيدنا اللي غادي معنا دقة دقة وغادي معنا بقرب. فالحمد لله والشكر لله. طبعا كان كما قلنا أنه من بعد الله سبحانه وتعالى كان حمد الله وكان شكره على المؤسسة الملكية. طبعا سيدنا اللي دائما كان لمسوا عن قرب الإحساس دياله بنا كمغاربة مواطنين. نهار كتتلف بنا كنلقاو سيدنا بجنبنا في كل الأمور اللي كتهمنا في حياتنا اليومية. ونتمنوا أنه حتى المسؤولين ديالنا في البلاد حتى هما يمشوا في نفس المخطط، وتكون عندهم نفس لينا، حتى هما يهبطوا للتيران، حتى هما يلبسوا البوط، حتى هما يلقوهم في الأسواق، يلقوهم في الوحدات الصناعية، يلقوهم في الأراضي الفلاحية. يعني اللي في شي قطاع يقفض ويدير نفس وياخذ نموذج، ياخذ نموذج. دابا كيف ما قلنا أنه نهار كتزير بين القضية كان حمد الله وشكره فاش أنه كيكون التدخل الملكي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. واليمكن من استشهاد على العطف الأبوي جلالة الملك محمد السادس، خصوصا الجملة فيما معنى هو أنه في الأزمة كورونا، لأنه الصحة ده الشعب ديالو كتهمو بحال الصحة وليداته. العناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي وسلامة عائلته هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة، لا سيما في هذا السياق الصعب الذي يمر به المغرب والعالم بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وإذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان في هذه الحالات بنوع من القلق أو الخوف، فإنما أعطانا الثقة والأمل هي التدابير والقرارات الحاسمة التي استخدناها منذ ظهور الحالة الأولى لهذا الوباء بالمغرب، وهي قرارات صعبة وقاسية أحيانا لم نتخذها عن طيب خاطر، وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين ومصلحة الوطن. جملة من هذا الخطاب تاريخي أخي محمد، كتحس به العطف الأبوي والحب جلالة الملك إن الرعاية ديالو المواطنين وصحتهم والاهتمام بهم بمثابة الأبناء ديالو. أنعم الله عليه بالصحة والعافية، أمين يا رب، ورزقه دائما الصحة والكمال إن شاء الله بحول الله. نعم. ومن سوشا هشام ولمياء أنه في هذا رمضان آخر عملية قام بها سيدنا وعطاء إعطاء انطلاقة العملية الوطنية رمضان 1443، طبعا اللي كتنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك. هذه المبادرة هذه اللي كتعكس الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، وكتجي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة اللي كتميز بها المجتمع المغربي والتضامن الملكي والشعب المغربي. فهذا العام هذا من عملية رمضان 1443 اللي تم رصد لها غلاف مالي بقيمة 103 مليون ديال الدرهم، حوالي 3 ديال الملايين شخص اللي غيتوزعوا على 83 إقليم وعمالة بالمملكة، ينتمون إلى 600 ألف أسرة، منها 459,500 أسرة في الوسط القروي، 77% من الأمصار المستفيدة. فهذه العملية المنظمة بدعم مالي من وزارتي الداخلية والأوقاف الشؤون الإسلامية اللي بلغت هذه النسخة ديالها هذه المرة وصلت النسخة 23، هي موعد سنوي اللي كيوقف عليه سيدنا لتقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لا سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين
وداوي الاحتياجات الخاصة. غادي يزور بلادنا هذا اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. وبالحب ديالو غيبوح. صحيح خصنا البوح والوضوح على صحيح. فالحمد لله والشكر لله، الله يحفظ بلادنا والله يحفظ ملكنا. وكيف ما قلنا فكلمة الشكر قليلة وقليلة في حق سيدنا اللي كنتمناو له وكنطلبوا من المغاربة كاملين أنه هذا الشهر رمضان المبارك في الصلوات ديالهم وفي الدعاء ديالهم في الصيام ديالهم وفي القيام ديالهم ما ينسوش الملك سيدنا وبلادنا من الدعاء. من أقوال الراحل الحسن الثاني رحمه الله: المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها تعانق أوروبا. ها نحن نفتح علاقاتنا هناك في إفريقيا، وها نحن لقيمتنا الجديدة والتاريخية، ها نحن ليس أغصاننا سلمية. فقط طبعا فتحات سلمية فتحات الجميلة خي محمد، يخلينا نعانق أوروبا بفرض الوجود ديالنا كيف ما قلنا، وانطلاق بأنه مغرب اليوم ليس مغرب الأمس. إذا قال الراحل الحسن الثاني: المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها تعانق أوروبا، نقول نحن هذه الشجرة المباركة إن شاء الله، شجرة المملكة المغربية، لن تجف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رحم الله كل الملوك العلويين وأطال الله في عمر جلالة الملك محمد السادس، عاش ملكنا الهمام ونصره الله. وشعارنا الله الوطن الملك.